Unit 1, predict motion. Lesson 2, wave motion. Wave motion. If we throw a stone in water, concentric circuit propagates on water surface. This motion represents wave motion. لو احنا مسكنا طوبة ورميناها على المية، بكل بساطة انت هتشوف wave. الويف او الحركة اللي هتعملها الووتر دي بنسميها wave motion. طيب الديفاين بتاع الويف موشن. The wave, it is the disturbance that propagates and transfer energy in direction of propagation. بيقول ان الويف عبارة عن disturbance. كلمة disturbance معناها اضطراب او لخبطة. يعني المية دي كانت static، كانت ثابتة ما بتتحركش، ولما احنا رمينا فيها الطوبة دي احنا عملنا ويف، فالويف دي عملت لخبطة في الميديوم بارتكلز، عملت ترتيب مختلف للووتر، فخلت شكلها تعمل شكل سيركلز، تعمل شكل ويف. فالديستربنس او اللخبطة او الاضطراب اللي بتعملها الحجر لما احنا رميناها جوه المية فعمل شكل الويف، والويف دي مش ثابتة في مكانها، الويف دي بتنتشر وشكل الدوائر دي بتوسع بين كل لحظة والتانية، فبالتالي احنا قلنا ان الديستربنس ده مش ثابت مكانه، بيقول ان it's a disturbance that propagates، بينتشر يا شباب. وفي نفس الوقت وهو ماشي بينقل معاه الطاقة، عشان المية ما عندهاش طاقة تتحرك، هي خدت الطاقة من الطوبة اللي احنا رميناها عليها. فبالتالي الديستربنس ده اولا بروباجيتس، ثانيا وهو بينتشر او هو ماشي بيحمل معاه الطاقه، فبنسميها ترانسفير انرجي ان دايركشن اوف ويف بروباجيشن. اكتيفيتي كونكلودنج ذا كونسبت اوف ويف موشن. احنا ممكن نحتاج ايه عشان نبقى فاهمين اكتر ايه معنى الويف موشن، او الويف دي بتتكون ازاي، ازاي الديستربنس ده بيتكون في الميديا. احنا كل اللي محتاجينه اولا هو جلاس، انبوبه من الازاز بس مفتوحه من الطرفين، وفي نفس الوقت محتاجين كاندل، ومحتاجين بيرنينج انسنس ستيك، ومحتاجين تيونينج فورك. يعني هنجيب تيونينج فورك شكرا لنا، وهنجيب تيوب مفرغه يعني ينفع لها يدخل منها وينفع لها يتحرك جواها، وفي نفس الوقت هنجيب كاندل شمعه، وهنجيب عود بخور. فايده العود ده ان هو الدخان بتاعه يلاحظ لي بعيني ازاي هو بيتحرك، او ازاي اقدر اشوف الاتومز بتاعت الاير وهي ماشيه، لان الاتومز بتاعت الاير انا مش هقدر اشوفها بعيني، لكن لو البخور ده اتحرك فمعنى كده ان الاتوم بتاعت الاير اتحركت معاه. Observation. Observation number one. The film of candle vibrates. هلاحظ ان الشمعة دي النار بتاعتها ابتدت تتحرك او تعمل لها عملية vibration اهتزاز. Point number two, sound waves have transferred energy from vibrating tuning fork to a candle film. هلاحظ ان التيونينج فورك او الشوكرانانا دي نقلت معاها الطاقة او اللي هي الساوند ويف او الصوت اللي بتطلعه، وخلت الفيلم ده يتحرك، خلت اللهب ده يهتز. Point number three, vapor of burning incense stick doesn't enter the tube, which indicates the air molecules doesn't move with the sound wave through the tube. هنلاحظ ان الدخان بتاع عود البخور اللي احنا مولعين فيه دوت ما مشاش جوه الماسوره ولا حاجه، يبقى معنى كده ان الساوند ويف ما عرفش ينقل الاتوم بتاعه الاير، لان بالتالي لو حصل البخور برده ما اتغيرش. فاحنا عملنا قصه البخور دي عشان نبقى شايفين الاتومز بتاعه الاير بشكلها ازاي او بتتحرك ازاي. فالساوند ويف قدرت تنقل الطاقه من السايد بتاع الجلاس تيوب للسايد الثاني، فبالتالي الكاندل فيلم ده ابتدى يهتز او ابتدى يعمل عمليه فايبريشن، لكن الاتومز اير ما عرفناش نحركها، فبالتالي الويف دي مش بتنقل الاتومز نفسها، لا هي بتديها طاقه فبتخليها تعمل عمليه فايبريشن، لكن هي مش بتغير مكانها. Conclusion. The movement resulting from vibration of the medium particles at certain moment in a specific direction is known as wave motion. ال vibration أو الاهتزاز اللي بيتكون عندي في ال medium particle أو اللخبطة أو ال disturbance ده نقدر نسميه wave motion. Wave motion, it is a motion produced as a result of vibrating the medium particles at a certain moment and in definite direction.
خلينا نبقى متفقين ان الميديوم بارتكل بيعملها عمليه فايبريشن يا شباب، يعني بتهتز وهي قاعده في مكانها، ما بيحصلهاش موفي، مش بتتحرك من مكان لمكان، لان الدخان ما اتحركش من طرف تيوب وطلع من التيوب الثانيه. The line of wave propagation اللي هو خط انتشار الموجة أو الاتجاه اللي ماشي فيه الويف عندي. It is the direction through which the wave propagates. الاتجاه اللي ماشي فيه الويف بقدر أسميه حاجة اسمها ال wave line أو line of wave propagation. دلوقتي هنتكلم على حاجة اسمها types of waves. إيه أنواع الموجات؟ على حسب أنت عايز تصنفهم على أي أساس. Concept number one بيقول لي according to the ability to propagate and transfer energy، هل قدرتها على الانتشار؟ هل هي بتحتاج ميديوم عشان تنتشر ولا لا؟ طيب لو هي need medium to propagate، النوع ده بنسميه mechanical wave. طب لو هي don't need medium to propagate، يعني نقدر نقول لو مفيش ميديوم هي برضه هتقدر تعدي، ده بنسميه electromagnetic waves. يبقى انا عندي نوعين من الويف، ويف تايب A وويف تايب B، بنسميها ميكانيكال ويف والكترومغنتيك ويف. النوعين دول اتصنفوا على اساس هل هم ينفع يعدوا في الميديوم ولا لا، بنسميها ability of wave to propagate through medium or space، قدرة الويف دي عشان تنتشر جوه اي ميديوم او فراغ. Types of wave according to direction of vibration of medium particles relative to the direction of wave propagation. عايزين نصنف دلوقتي مش على اساس هي بتحتاج ميديوم ولا لا، can transfer in space ولا لا، اللي هي قدرتها على ان هي تنتشر في اي ميديوم ولا لا، ده صنفناهم لميكانيكال ويف والكترومغنتيك ويف. لا، التصنيف بقى دوت بيشوف شكل الدايركشن او الاتجاه اللي بتمشي فيه الويف مع الدايركشن اللي بيهتز فيه الميديوم بارتكلز. هل هما perpendicular أو هل هما along each other؟ هنشوف دلوقتي. بس النوع اللي بيكون فيه direction of vibration medium particle بيكون perpendicular to direction of wave propagation بنسميه transverse wave، النوع التاني بنسميه longitudinal waves. وهنعرف دلوقتي الفرق بين الاثنين. يبقى الفرق بين transverse wave و longitudinal wave هو الدايركشن بتاع ال vibration medium particle، لكن مش هي تنفع تمشي في space ولا لا. المبدأ ده احنا صنفنا عليه الميكانيكال ويف والالكترومغنتيك ويف. ميكانيكال اند الكترومغنتيك ويفز. We can't hear the solar explosions occurring in the sun, but we can see the light coming out from it. بمعنى ايه؟ احنا بنقدر نشوف نور الشمس لكن ما بنقدرش نسمع صوت الشمس. طب هي الشمس ليها صوت؟ ايوه، الشمس دي عبارة عن انفجارات بتتكون نتيجة لتصادم الهيدروجين اتومز او الهيليوم اتومز ببعضها. طب تمام، احنا ليه مش بنسمع الصوت ده؟ هل الصوت ده مش موجود؟ يعني ايه مثلا؟ يعني انا كان عندي انفجار مثلا، وليكن عندي مثلا اسطوانة غاز وانفجرت، هتشوف نار، فانت عندك دلوقتي لايت ويف، وفي نفس الوقت هتسمع صوت الانفجار ده، فانت عندك ساوند ويف. طب كويس، مع نفس القصة دي تنطبق على الصن، بس الصن احنا مش بنسمع صوت، احنا بس بنشوف النور بتاعها. فبيجي بقى يقول لك ايه؟ Sound of solar explosions is a type of mechanical waves which can't propagate through vacuum. الصوت عبارة عن mechanical wave، والميكانيكال ويف ما تقدرش تمشي في الفاكيوم. يعني ايه فاكيوم؟ يعني فراغ، يعني لو في سبيس، لو ما فيش ميديوم، فالساوند مش هينفع يعدي. While sunlight is electromagnetic waves which propagates through vacuum، لكن النور عبارة عن electromagnetic wave وده يقدر يعدي في السبيس. يبقى دلوقتي احنا نقدر نصنف الويفز على اساس ميكانيكال ويف او electromagnetic wave على اساس المبدأ ده. هل الويف دي need medium to propagate؟ لازم يبقى في medium، يعني زي الميكانيكال ويف لو في medium هتعدي، ما فيش medium مش هينفع تعدي. ولا هي electromagnetic wave سواء في medium او ما فيش medium، في الحالتين برضو الويف هتنتشر او الويف هتوصل لنا. فعلى اساس المبدأ ده احنا عملنا فرق بين الميكانيكال والالكترومغنتيك ويف. نيجي للتيبل اللي قدامنا ده وبيعمل زي كومبيرنج ما بين الميكانيكال ويف والالكترومغنتيك ويف. بيبدأ بأول بوينت ويقول لي ايه؟ يقول لي زي نيد ميديوم تو بروباجيت، لازم يكون في ميديوم عشان تنتشر فيه. لكن مع الالكترومغنتيك ويف بين في الجمله بيقول لي زي dont need medium to propagate، مفيش ميديوم هتعدي، في ميديوم برضه هتعدي.
وده يودينا للبوينت نمبر 2، بيقول لي زي دونت بروباجيت ثرو فاكيوم، ما بتمشيش في الفاكيوم، ما بتمشيش في الفراغ. زي بروباجيت ثرو فاكيوم او السبيس، ده بالنسبه للالكترو ماجنتيك ويف. نوعهم بقى وهم بيتحركوا في ميديوم او لا، بنسميه ترانسفيرس ويف او لونجيتيودنال ويف. الميكانيكال ويف موجود فيها نوعين، تو تايبس، الترانسفيرس ويف واللونجيتيودنال ويف. لكن الالكترو ماجنتيك ويف ما عندهاش لونجيتيودنال ويف، كلهم بيمشوا ترانسفيرس ويف. بالنسبه للسبيد بيقول لي زير سبيد از ريلاتيفلي لو، يعني بطيئه شويه، ولكن الالكترو ماجنتيك ويف السبيد بتاعها الى حد ما كبيره جدا، هو عباره عن 3 تايمز 10 تو باور 8، وده متوقف على الميديوم، والرقم ده بس مع الاير. يعني سبيد اوف الكترو ماجنتيك ويف ان فاكيوم اور ان اير ايكوال 3 تايمز 10 تو باور 8 متر بير سكند. لو احنا عايزين نتكلم على examples بالنسبة للميكانيكال والالكترونيك ويف، احنا قلنا اثنين example، الساوند ويف واللايت ويف. اللايت ويف او الراديو ويف ده بالنسبة لنا الكترونيك ويف، لكن الووتر ويف او الساوند ويف ده بالنسبة لنا ميكانيكال ويف. نيجي بقى نتكلم بعد كده على اول شكل من اشكال الويف، مش انواع الويف، هي بتمشي ازاي. بنسميه ترانسفيرس ويف. ازاي يكون عندنا ترانسفيرس ويف؟ انت كل اللي انت هتحتاجه يبقى معاك سبرينج سوستا، ومعانا زي كلر تيب، زي شريطه ملونه كده، عشان افهم الشريط دي او الحزه وهي بتتحرك، افهم الميديوم بارتكلز بتمشي ازاي. وانت هتثبت دلوقتي السبرينج ده في طرف حيطه، وكل اللي انت هتعمله هتحرك ايدك اب وداون. ركز في الدايركشن ده لان هو ده اللي بيفرق بين الترانسفيرس واللونجيتيودنال ويف. دلوقتي ايدك وهي ماسكه طرف السبرينج هتتحرك ابورد وداون، ده بنسميه دايركشن اوف فايبريشن اوف ميديوم بارتكلز، ده الاتجاه اللي بتهتز فيه الجزيئات بتاعت الوسط. في نفس الوقت هتلاقي ان الويف دي ماشيه ناحيه المسمار او ناحيه الحيطه اللي انت ثبتها. يبقى انا عندي تو دايركشن، دايركشن اوف ويف بروبجيشن الاتجاه اللي ماشي فيه الموجه، ودايركشن اوف فايبريشن ميديوم بارتكلز الاتجاه اللي بيتحرك فيه الميديوم بارتكلز. هلاحظ ان هما الاثنين بيكونوا بيربنديكولار على بعض. حتى في البروسيجرز نمبر 3 بيقول لي موف فريلي اند اوف ذا سبرينج اب اند داون، حرك الطرف الحر بتاع السبرينج فوق وتحت، اب اند داون. Perpendicular to the axis of the spring، ولازم يبقى perpendicular بالنسبة للأكسس بتاع السبرينج. طيب ركز معايا في حاجتين، كلمة perpendicular وكلمة direction of vibration medium particles. Observation، إيه اللي أنا هشوفه؟ لو أنت بصيت على الصورة اللي أنا رسمها لك في السلايد دي، هتلاحظ إن إيد الولد ده بتتحرك up and down، حتى هو كتب عليها hand motion. في نفس الوقت هلاقي الويف ماشية ناحية المسمار أو ناحية الحيطة اللي أنت مثبتها. الاتجاهين دول مالهم؟ مش parallel لبعضيهم ومش along لبعضيهم، هما perpendicular لبعضيهم، يعني angle 90. طيب فبيجي بقى يقول لك ايه؟ The rings of spring moves up and down forming crusts and troughs، بتتحرك فوق وتحت وبتكون لي حاجة اسمها crust اللي هي القمة، أعلى حاجة وصلنا لها فوق، و troughs اللي هي القاع، أقل حاجة وصلنا لها تحت، كأنها amplitude positive و amplitude negative. أهم حاجة بالنسبة لي هي الـ point number C، بيقول لي wave propagates in direction perpendicular to vibration of medium particles. أهم حاجة أو ده شرط أصلا للtransverse wave، إن الدايركشن بتتحرك في medium particles اللي هي إيدك اللي هي up و down perpendicular to direction of wave propagation اللي هو ناحية الحيطة اللي أنت مثبت فيها السبرينج أو الخيط بتاعك. conclusion، نقدر نستفيد إيه بقى من القصة؟ ان الترانسفير ويف فورمد اوف كراستس اند ترافس، بتتكون من كراست وتراف. زي ما قلنا كراست يعني قمه، فهي موجوده في القمه من فوق اللي هي امبليتيود بوزيتيف، والترافس اللي هي القاع موجوده داونورد اللي هي امبليتيود نيجاتيف. وفي نفس الوقت خد بالك من الرسمه اللي تحتيها دي، لو انت ملاحظ في عندك سهمين، سهم اب وسهم داون، ده بالنسبه لي دايركشن اوف فايبريشن ميديوم بارتكلز، وفي سهم تاني رايح ناحيه ايدك اليمين لو انت بتتفرج على السلايد دي، فده كاتب عليه direction of wave propagation، هما الاثنين دول perpendicular to each other. طيب في جمله بقى بتقول لك ايه؟ during wave propagation، اثناء ما الموجه بتتحرك، medium particles don't move from their positions. خد بالك هما مش بيتحركوا من مكانهم، امال ايه اللي بيحصل؟ يعني الويف اتكونت ازاي؟ بيتكون لان الميديوم بارتكل اتحركت اب وداون، بنسميها فايبريشن يعني اهتزاز.
بتحرك اب وداون من غير ما تغير البوزيشن بتاعها، يعني مكانها ثابت زي ما هو. يعني لو انت بالنسبه لك البوينت اللي انا رسمها لك دي بوينت نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، الفور بوينتس دول او الفور ميديوم بارت كل واحده فيهم بتتحرك اب وداون، مش كل واحده فيهم بتبدل مكان الثانيه ولا بتتحرك، لا كل واحده فيهم ثابته في البوزيشن بتاعها، هي بس بتعمل عمليه اسمها فايبريشن. السلايد دي بتلخص فكره الترانسفيرس ويف. بيقول ايه الترانسفيرس ويف؟ هي ويف، فاي ويف عندنا بتتكون لازم يكون عندنا ديستربنس، لازم يكون عندنا اضطراب، لازم يكون عندي طاقه عشان تحرك الميديوم بارتكلز. فبيقول ايه الترانسفيرس ويف؟ it is disturbance in which the particles of medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. الويف دي بتتكون لما يكون عندك ديستربنس، والديستربنس ده يحرك الميديوم بارتكلز perpendicular على الدايركشن اللي ماشي فيه الويف. اربط ما بين كلمة transverse wave وما بين كلمة perpendicular، لأن بعد كده الجملة دي هتتعدل تعديل بسيط. الكراست، ايه هي الكراست؟ بيقول it is the highest point of the particles of the medium and the transverse wave، هي أعلى نقطة قدرت توصل لها الويف. طب هي الترافز؟ الترف عبارة عن the lowest point of the particles of the medium in the transverse wave، يبقى الترف lowest point والcrust highest point، أعلى نقطة وأقل نقطة. نبتدي بقى ندخل على ال type number B أو ال form number B للwave، وهو ال longitudinal wave. هتجيب نفس الأدوات اللي انت كنت بتجيبها علشان تعمل الترانسفيرس ويف. هنحتاج سبرينج، هنحتاج كولرد تيب، هنحتاج نيل، وهنثبت طرف السبرينج ده في الحيطه. بس خد بالك بقى، ايه بقى الفرق؟ لو انت بصيت على ايد الولد اللي ماسك الطرف الفري بتاع السبرينج اللي هو كاتب عليه دايركشن اوف فايبريشن ميديوم بارتكلز، بتتحرك رايت وليفت، مش اب وداون بقى في المنطقه دي. فانت كل اللي بتعمله انك انت بتتحرك رايت فبتروح ضاغط السبرينج، وبتتحرك ريفت بتروح فارد السبرينج، كانك بتضغطه وبتفرده تاني. فانت مش بتحرك ايدك اب وداون عشان يكون عندك كراست وترف، لا انت بتحرك ايدك رايت وليفت، ده الدايركشن اوف فايبريشن ميديوم بارتكلز. وفي تلك الاحوال برضو دايركشن اوف ويف بروبيجيشن ثابت ناحيه المسمار وناحيه الحيطه اللي انت مثبت فيها طرف السبرينج. من الواضح ان هما الاثنين مش بيربنديكولار زي الرسمه اللي فاتت، لا هما الاثنين نقدر نقول بارل، بس مش هنقولها بارل وهنعدلها ونقولها along، عشان كده سميناها longitudinal waves. تاني الولد ايده بتتحرك right وليفت، وفي نفس الوقت الويف بتتحرك ناحيه المسمار او ناحيه الحيطه اللي انت مثبت فيها السبرينج بتاعنا. خد بالك الاثنين دايركشن دول مش بيربنديكولار، دول along each other. فبيقول ايه the rings of the springs are too close to each other in some areas compressions، في منطقة الميديوم بارتكل بتقرب فيها لبعضها فبنسميها تضغط compression، هما ضغطوا. And they are far away from each other in other areas بنسميها rarefactions، في بعض منطقة تانية بيبعدوا عن بعض بيتخلخلوا عن بعض، كلمة تخلخل أو تباعد بنسميها rarefactions. وتاني برضو notes number 3 بيقول لي the wave propagates along يعني حط كلمة دي في دماغك كويس قوي، along the direction of vibration of medium particles. نستفاد ايه؟ انت كان عندك الناحية التانية crust to trough، لا انت هنا ما عندكش crust to trough، انت عندك compression و rarefactions. كان عندك الميديوم بارتكل بتتحرك up و down، لا هنا الميديوم بارتكل بتتحرك right و left. المرة اللي فاتت عشان خلنا بتحرك up و down والميديا والدايركشن اوف ويف بروبجيشن كان بيبقى رايت او ليفت، فهما بيربنديكولار على بعض، لكن لا هما الاثنين بارل لبعضهم او هما الاثنين along each other. فبيقول ايه longitudinal wave is formed of compressions and rarefactions، وبيفكرنا بنفس الفكرة ان الميديوم بارتكلز مش بتغير مكانها، هي بس بتتحرك رايت وليفت او بتعمل حركة up و down، فبتعمل عملية اسمها vibration مش translational motion. نيجي للسلايد اللي بتلخص فيها فكرة longitudinal wave. فبيقول ايه longitudinal wave؟ It's a disturbance in which the particles of medium vibrate along the direction of wave propagations، الاتجاه اللي بتتحرك فيه الميديوم بارتكلز بيكون نفس الاتجاه اللي بتتحرك فيه الويف. ايه هو الاير كومبريشن؟ يعني ايه تضغط؟ انت بتضغطهم بتقربهم لبعضيهم. بيقول it is the area in the longitudinal wave at which the particles of medium are of highest density and pressure، المنطقة اللي بتضغطوا فيها فالدنسي بتاعتنا بتزيد. لكن الـ rarefaction is the area
longitudinal wave at which the medium particles are of lowest density and pressure. المنطقة اللي بيكون فيها الزحمة قليلة أو التباعد عالي فما فيش كثافة عندي فالدنستي قليلة. فده الديفاين بتاع اللونجيتودينال ويف والكمبريشن والراريفاكشن. Wave motion. Some concepts related to wave motion and its properties. Amplitude, wavelengths, wave frequency, wave velocity. دلوقتي هنتكلم على أكتر من حاجة ممكن نحسبهم في البروبلمز عن الويف. الأمبليتيود اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي الماكسيمم ديسبليسمنت. البريديكت تايم برضو اتكلمنا عنهم قبل كده اللي هو تايم تيكن تو ميك وان كومبليت ريفولوشن. واتكلمنا برضو عن الفريكونسي اللي هو نمبر اوف ويف ميد ان 1 سكند. دلوقتي هضيف في الليسون الجديد بتاعنا تو بارامترز تاني ممكن نحسبهم، هما الويف لينث وهو الويف فيلوسيتي. يبقى احنا هنضيف على الليسون اللي فات الحاجتين نقدر نحسبهم هو الويف لينث والويف فيلوسيتي، وهنعرف الفرق بين كل بارامتر من دول وازاي نحسب كل واحده منهم والقوانين بتاعته. نتكلم عن اول بارامتر وهو الويف لينث. لو فكرنا نترجم الكلمه دي ويف لينث تطلع لنا طول الموجه. يعني ايه طول الموجه؟ طولها قد ايه؟ يعني خطوتها قد ايه؟ يعني لو انت مشيت 1 ريفولوشن تمشي فيها قد ايه ديستنس؟ طب بالراحه كده. يعني لو انا قلت لك انك انت بتجري في التراك، اوكي؟ عملت لفه واحده، يعني لفيت لفه واحده حوالين التراك، اوكي؟ اللفه الواحده دي اخذت منك ساعه، تمام؟ يبقى انت كل 1 ريفولوشن بتستغرق منك تايم 1 اور. ده اسمه البريديكت تايم، تايم تيكن تو ميك 1 كومبليت ريفولوشن. لا، اركن التايم على جنب. تعال نتكلم عن اللينس، عن الديستنس، عن المسافة اللي انت مشيتها. هو انت في اللفة الواحدة دي اللي انت اخدت فيها ساعة جريت فيها قد ايه؟ نقول مثلا 400 متر. فانت كل 1 ريفولوشن بتكون مشيت ديستنس 400 متر، يبقى انت اللفة بتاعتك بتاخد منك ديستنس 400 متر. ده بقى المفهوم ده بنسميه حاجة اسمها ويف لينس. يعني في ال 1 ريفولوشن بنكون مشينا قد ايه ديستنس، مش ال 1 ريفولوشن بنكون استغرقنا فيها قد ايه تايم. تايم ليه علاقه بالبريدكت تايم، لكن المسافه اللي انت مشيتها ده ليه علاقه بالويف لينث. فبيقول ايه؟ ويف لينث اوف ذا ترانسفيرس ويف، ات از ديستنس بتوين تو سكسيسيف كراستس اور ترافس. اشمعنى اختار اثنين ورا بعض كراستس او اثنين ورا بعض تراف؟ واحده واحده، انت بتشرح الويف لينث، ما هو الويف لينث دوت طول الخطوه الواحده، طول الويف الواحده، طول ال 1 ريفولوشن. طب لو انا بصيت على اول سهم اللي هو اللندا بتاع الويف لينث، هلاحظ ان السهم الاحمر بادئ من اول كراست لحد تاني كراست، خد بالك خد اللي وراها على طول سكسيسيف متتاليه. طب اوكي عد معايا كده كوارتر، التاني، التالت، الرابع، كده 4 ريفولوشن، كده ان ايكوال 1، كده 1 كومبليت ريفولوشن. فمعنى كده المسافه اللي من اول الكراست الاولى للكراست الثانيه او من الكراست الثانيه للكراست الثالثه اند سو اون تو سكسيسيف كراستس عباره عن ويف لينث، لان كده بتكون عندنا ال n equal 1. ونفس الكونسبت ده تقدر تطبقه مع two successive troughs. لو انت عندك قاعين ورا بعض برضه يبقى انت عندك wavelengths، فيبقى عندك one complete revolution ويبقى distance equal ال wavelengths. ال wavelengths of longitudinal wave. ما عنديش هنا بقى crust to trough، عندي compression ولا refraction. عندي منطقة الدنستي بتكون عالية مضغوطين قريبين من بعض، وعندي منطقة بنسميها الريفاكشن متباعدين أو متخلخلين. فما عنديش بقى كراست وتراف عشان تقول لي من تو سكسيسيف تراف تو تو سكسيسيف كراست، لا. عايز أعرف إزاي أعدي إن إيكوال 1 لما يكون عندي كومبريشن ولا ريفاكشن، أوكي؟ لو أنت عندك كومبريشن كامل كده إن إيكوال هاف، عندك ريفاكشن كامل كده برضو إن إيكوال هاف، يبقى الكومبريشن بهاف والريفاكشن بهاف. طب سنتر كومبريشن يعني نص كومبريشن كوارتر، طب سنتر ريفاكشن كوارتر برضو، طب اوكي. تعالى كده نعد مع بعضينا من سنتر ريفاكشن لسنتر سكسيسيف ريفاكشن. خد بالك كلمه سكسيسيف يعني متتالي واللي وراه على طول ليليه. طب حلو، انت واخد سنتر يبقى انت واخد نص ريفاكشن كده كوارتر، بعد كده هناخد كومبريشن سليم كده هاف، وبعد كده السنتر الكومبريشن اللي وراه سكسيسيف هيبقى عندك كوارتر، يبقى احنا كده عندنا 2 كوارترز وعندنا هاف، يبقى التوتال ان ايكوال 1، يبقى من سنتر كومبريشن سنتر كومبريشن ان ايكوال هاف. وطبق نفس الفكره دي مع سنتر ريفاكشن او سنتر ريفاكشن، يبقى برضو عندك ان ايكوال 1، يبقى التوتال عندي ويفلتس. فبيجي يقول ايه؟ This distance between the centers of two successive compressions or rarefactions. المسافة بين اتنين سنتر، خد بالك سنتر،
كومبريشن ورا بعض او ريفكشن ورا بعض. خد بالك برضو السكسيسيف مش هينفع نفوت واحده لان كده كده هتزود عن ان ايكوال 1. The measuring unit of wavelength lambda in meter. دي مسافة طول الخط، فأكيد أي distance بتحسب بالمتر. طب إيه قانونها؟ قانون اللاندا عبارة عن x over ال n. طب مين هي ال x؟ ال x بيقول it is distance covered by wave، المسافة اللي مشيتها ال wave. طب ومين ال n؟ it is number of waves covered in this distance، هو عدد الخطوات اللي اتغطت في المسافة دي. طب تمام، خد بالك إن أنت ممكن يكون عندك تحويلات من المليمتر والمايكرومتر والنانومتر. عشان تحول من مليمتر لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ومن بيكومتر ل مايكرومتر لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 6 ونانومتر لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 9. خد بالك الفرق بينهم هو 3، يعني 3 زائد 3 تبقى 6 زائد 3 تبقى 9. بوينت نمبر 2 اتكلمنا عنها قبل كده في الليسون اللي فات. الامبليتيود، ايه الامبليتيود؟ ابعد مسافه قدرنا نوصل لها عن الستارت بوينت او عن الاوريجينال بوينت او الايكليبريم بوينت. فبيقول ايه؟ ذا ماكسيمم ديسبيسمنت اتشيفد باي ذا ميديوم بارتكلز اواي فروم ذير ريست بوزيشن، ابعد مسافه قدرنا نوصل لها. مش انت بتقول ديسبيسمنت، فاكيد الميجرنج يونت عندي هي المتر او السنتيمتر. فبيقول ايه؟ ذا ميجرنج يونت اوف امبليتيود از متر اور سنتيمتر. Parameter number 3, wave frequency. It is the number of waves produced from the source in 1 second. عدد الwaves اللي اتغطت أو الwave كونتها في time 1 second. Symbol بتاعها F. قانونها N over T اللي هو number of wave over time. أو إن أنت ممكن تقلب البريدكت تايم اللي هو 1 over T capital. ولو عايزين نشوف الميجرنج يونت بيقول لي ميجرنج يونت اوف فريكوانسي از هرتز. هرتز ده اسم العالم اللي كتب القانون، فاحنا بنسمي اليونت على اسم العالم زي نيوتن زي جول. فعندي اليونت بتاعت الفريكوانسي بتبقى بالهرتز. بارامتر نمبر 4 ويف فيلوسيتي. ديفاين قديم خدناه قبل كده في اولى اعدادي، بيقول لي wave velocity it is the distance covered by the wave in 1 second، المسافة اللي مشيتها الwave في 1 second. ده قانون الـ velocity general، ان الـ velocity عبارة عن distance over a time، الـ t الـ x over الـ t. x the symbol of distance و t symbol of time. Measuring unit of wave velocity is meter per second او m slash s. Wave velocity represents the velocity of the transfer the energy carried by the wave. سرعة الموجة بتتحدد بسرعة انتشار الطاقة جواها. هل الطاقة دي بتقدر تتحرك بسرعة؟ فمعنى كده الويف دي بتنتشر بسرعة جوه الميديوم. بيقول ايه؟ The wave velocity is constant through some medium. سرعة الويف عندي ثابتة للميديوم الواحد. يعني مثلا لو اتكلمت عن الاير، the speed of light and air is constant 3 times 10 to the power 8 meter per second. فانت لو انت مثبت الميديوم اللي هو الاير، فاللايت بيمشي في الاير بالسرعه دي ومش هتتغير. طب امتى تتغير؟ لما الميديوم يتغير. يعني ايه؟ تخيل معايا انت كنت ماشي على الاسفلت، تمام، وبعد كده دخلت في الرمله، اكيد سرعتك هتقل شويه لان الميديوم اتغير. بعد كده دخلت على الشط، نزلت جوه الميه، سرعتك هتقل اكتر. فكل ما كان الميديوم بارتكلز بتاعنا متغير، فمعنى كده السرعه بتاعتك برضه هتتغير. نفس الفكرة بالنسبة للويف، الويف بتمشي بأكتر من ميديم، سواء ووتر سواء جلاس سواء وود سواء اير، فانت سرعة الويف فيلوستي بتتغير من ميديم لميديم. فبيجي يقول ايه؟ The velocity of sound wave through air 340 meter per second. وال velocity of sound in water عبارة عن 1500 meter per second. Velocity of sound waves through wood is 1850 meter per second. كل ما الميديوم بارتكل بتتغير، الميديوم نفسه بتتغير، فالويف فيلوستي بتتغير معاه. Law of wave propagation. It is a relation between wave velocity v and its frequency f and wave length lambda in wave motion. في كنا عارفينه للويف فيلوستي اللي هو ال x over t، ال distance over time. تمام. او ينفع نقول ما عليها في حاله الويف فقط ان الويف فيلوسيتي او الفيلوسيتي او ويف عباره عن فريكوانسي تايمز ويفلتس اللي هو اف تايمز لامدا.
يبقى انا كده اقدر احسب ال wave velocity بطريقتين v equal f times lambda or distance over time اللي هي x over t. القرارين دول صح يا شباب لو انت عندك ال distance over time اوكي، لو انت عندك ال frequency wavelengths برضه مفيش مشكله، تقدر تحسب من ال two relation دول قيمه ال wave velocity اللي هي بتتحسب بالمتر بير سكند. Example number one, calculate the wavelengths in meter for a visible light which frequency 5 times 10 to the power 14 hertz and wave velocity 3 times 10 to the power 8 meters per second. طيب تعال نشوف القانون. Solution, wavelengths equal wave velocity over frequency. فلو احنا عايزين نحسب الويف ليدز هنقول ان رقم او قيمه الويف فيلوستي ديفايدد قيمه الفريكونسي، يعني هي عباره عن 3 تايمز 10 تو ذا باور 8 اوفر 5 تايمز 10 تو ذا باور 14. نيجي نحسبها نلاقي ان الويف لينز عباره عن 6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7 متر. Example number 2. A transverse wave is produced by a spiral spring such that the distance which covered in three complete waves is 18 centimeters. أنا بصيت أو أنا حسبت المسافة اللي مشيتها الويف عشان تغطي 3 complete revolution أو 3N لقيتها 18 سنتيمتر. طب ما أنت ممكن من المعلومة دي تقدر تحسب الويف لينس، لأن الويف لينس عبارة عن X over الN. مين الـ X؟ الـ distance covered اللي هي 18 سنتيمتر، ومين الـ N؟ number of waves اللي هو 3 waves. يبقى القانون بتاعنا لندا equal X over الN، يبقى 18 over 3. بس استنى خلي بالك دي مش 18 متر، دي 18 سنتيمتر. طب اوكي عشان تحول من سنتيمتر لمتر هنعمل لها divided 100، يبقى 18 over 100 والتوتال هنعمله divided 3. يبقى احنا معانا قيمه الويف لينس اللي هي 0.06 متر. انا مش هكتبها سنتيمتر عشان حولت السنتيمتر خليته متر. ايه المطلوب مني؟ بيقول لي find the wave velocity if the frequency of such wave is 20 هرتز. لو كانت الويف لينس عندك ب 0.06 متر والفريكونسي 20 هرتز تقدر تحسب الويف فيلوستي. بسيط، الويف فيلوستي قانونها x over ال t distance over time. ما عنديش distance over time، عندي frequency وعندي ويف لينس، مش مشكلة. في قانون تاني برضه يقدر يحسب لي الويف فيلوستي اللي هو f times lambda اللي هو الفريكونسي times الويف لينس. الفريكونسي كان given اللي هو 20 هرتز، والويف لينس حاجة أنا حسبتها اللي هي 0.06، ف 20 times 0.06 equal 1.2 meter per second. عشان دي velocity distance over time لازم اليونت بتاعتنا تبقى متر بير سكند. وبكده يبقى جبنا المطلوب بتاعنا اللي هو الويف فيلوستي. ويا شباب بالطريقه دي يكون احنا وصلنا لنهايه الليسن 2 في يونت 1 اللي هو الويف موشن.